ولسه مكملين معاكم النهارده السبت. معاد فقرتنا فقره السوشيال ميديا اللي بنتابع فيها مونديال قطر 2022 بعيون السوشيال ميديا. وغنيها وسمعنا حب كل عباد الله، يعني سمعنا اغنيه ويجز دلوقتي اغنيه المونديال او ختام المونديال. وعايزه اقول لكم انه الاغنيه كمان تم عرضها امبارح في ميدان تايم سكوير في نيويورك، فالاغنيه واضح ان هي مسجله ترند الحقيقه اليومين دول على كل مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا طبعا على التيك توك، وانتشار رهيب بين محبي ويجز. النهارده هنتكلم عن التفاصيل والسوشيال ميديا مع ضيفي اللي دايما بينورني الاستاذ حمدي الحسيني، نائب رئيس تحرير مجله الاهرام العربيه. يا استاذ حمدي صباح الفل. صباح الخير. ايه الاخبار؟ كله تمام، كله تمام. جاهز هنتحرم من كاس العالم؟ والله 24 ساعه. اجواء كانت حلوه ومسليانا ومجمعانا. جدا والله، والواحد زعلان انه هيفتقد الاجواء دي. الاجواء حلوه جدا الحقيقه، كنا كلنا ايد واحده كده بنشجع منتخبات واحده، وكلنا بنفرح وبنتجمع، كلنا متسلمين. صحيح، ومنتخب المغرب كمان يعني خلانا يعني احلامنا تزيد جدا جدا، ووصل للدور نصف النهائي. النهارده ان شاء الله هيلعب مباراه المركز الثالث، فخلانا نكمل المونديال واحنا عندنا طرف كلنا بننتمي ليه. احنا هنتكلم معاهم بالتفصيل، بس الاول شفت اغنيه ويجز عندنا، يعني مطرب مصري او فنان مصري بيغني او مطرب عربي لاول مره في مونديال كاس العالم. لا شك انه وجود مغني او مطرب مصري دي حاجه كويسه، بس قلت لي ولادك بيحبوه. انا عايز اقول لك ان انا مش من هواة ويجز قوي، يعني انا طبعا بتاع الذوق القديم شويه، لكن الشباب هو عامل ترند جامد جدا بينهم. والحقيقه اللي عرفتني بويجز هي بنتي جنة، هي في ثانيه ثانوي دلوقتي، فاللي في السن ده هم المرتبطين قوي بويجز وبالمطربين الشباب اللي من النوعيه دي. يعني ده حقيقه، ما هم كل الاطفال والشباب دلوقتي بيحبوا ويجز. دي صور ويجز اهي زي ما شايف كده في التايم سكويرز امبارح، يعني مسجل ترند هو في كل حته ويجز. ليه حتى من قبل ما يغني الاغنيه دي بصراحه، عشان الواحد يعني يكون منصف. صحيح، هو عامل ترند حتى باختياره اللبس بتاعه والوانه والموضه بتاعته، هو عامل حاله. يعني هو الصراحه يعني ناس تقول لك احنا مش فاهمين قوي كلامه، بس في ناس حب اغاني. انا في كام اغنيه بصراحه ليه معلقين خلاص، يعني انا من الناس اللي ما بيفهموش برضه اغانيه بسرعه، بس في حاجات بتلقط كده، في حاجات بتعلق شويه، واولادي بيفهموني الباقي يعني. بس يعني اللي لينا فيه انه ده اول مطرب مصري عربي يغني في حفل ختام بطوله المونديال. طبعا دي حاجه للتاريخ يعني. ده حقيقي، ده ليه كمان هايله يعني طبعًا. ما شاء الله طبعًا. في البدايه ما نقدرش ابدا ننسى مجهود منتخب المغرب أسود الأطلس اللي رفعوا راس مصر وراس كل عربي، ووصلوا المربع الذهبي. الحقيقة مجهود وعزيمة جبارة، كلنا فخورين بيهم طبعا، ومجهودهم وإصرارهم والمكانة اللي وصلوا ليها دلوقتي مش قليلة، يعني مش قليلة. حتى بعد خسارتهم قدام فرنسا 2-0 كان الخروج خروج مشرف. ان شاء الله النهاردة كمان نشوف منتخب أسود الأطلس بيحققوا ان شاء الله رب المركز كده الثالث بالظبط. يعني شفت المباراة اللي فاتت ازاي، والنهاردة كمان نتكلم عن المباراة. والله هم رفعوا راسنا بغض النظر عن الخسارة، ده بيخسروا من بطل العالم منتخب فرنسا، منتخب عظيم جدا وعنده لاعبين وبدائل. يقدر منتخب فرنسا كان يشارك في البطولة دي بفريقين مش بفريق واحد من كتر البدائل اللي عنده، ده غير المصابين النجوم الكبار جدا جدا زي كريم بنزيما وزي بول بوجبا وزي نجولو كانتي، نجوم عظيمة جدا غايبة للإصابة. صحيح. ومع ذلك المنتخب ده عنده فريقين تقريبا يقدروا يفوزوا بكاس العالم، فمعنى ان هو يعني يلعب ويحترم المنتخب المغربي جدا في مباراة نصف النهائي والنتيجة تخلص 2-0. انا شايف انه منتخب المغرب اجمالا في البطولة لا الحقيقة رفعوا راسنا، وما زال عندنا امل ان شاء الله ان هم يعملوا انجاز اضافي بانهم ياخدوا الميدالية البرونزية والمركز الثالث في العالم، دي حاجة عظيمة جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله هنتكلم عنها برضو في اخر الفقرة، لكن عندنا لقطة لاشرف حكيمي دايما بنتابعه ونتابع تفاصيله طبعاً. نجم المنتخب المغربي وامبابي صح كده، وامبابي نجم منتخب فرنسا اللي ساب منتخبه يحتفل وراح يعني ايه يعني يسبورت زميله نجم فريق باريس سان جيرمان، واخد كمان تيشيرت المغرب علشان يحتفل معاه. في فيديو علي نشوفه
ولا ايه؟ يلا واحتفل بيه، يعني اخذ التيشيرت بتاعه رقم 2 واحتفل. شفت اللقطه دي ازاي يا استاذ محمد؟ من اجمل لقطات المونديال. طبعا الاثنين بيلعبوا في فريق واحد، فريق باريس سان جيرمان، وحافظين بعض. يمكن انا شفت كمان فيديو قبل المباراه كان الجو لطيف جدا بينهم، ويعني رغم ان الجو كان لطيف قوي، لكن كيليان امبابي قال ان المواجهه دي تكسر القلب، ان انا هواجه اشرف حكيمي لكن انا هقتله في المباراه. وطبعا كان بيقولها وهو بيبتسم. خلاص هو الراجل لابس تيشيرت المغرب وبيحتفل بيه، من اللقطات الجميله جدا. وهو كمان خرج بعد اللقطه دي وقعد مع اشرف حكيمي وقعد مع لعيبه المغرب علشان يواسيهم. هي دي كره القدم ومعانيها الجميله. انا بس عايز اضيف الروح الرياضيه. طبعا عايز اضيف كمان معلومه برضو من الحاجات الحلوه قوي اللي اتعملت. جداريه اتعملت لاشرف حكيمي ووالدته، ودي من اللقطات الهايله. بس اتعملت فين بقى يا لميس؟ اتعملت في مدينه برشلونه. رغم ان اشرف حكيمي قبل ما يروح باريس سان جيرمان كان بيلعب في ريال مدريد اللي هو المنافس التقليدي لبرشلونه. أيوة. وما كانوش مضطرين ان هم يعملوا جداريه زي دي، ولكن الناس من انبهارهم بعلاقته بامه عملوا له جداريه في مدينه برشلونه، والناس بتروح تقف قدامها ومنبهرين جدا وتصوروا. فدي حاجه من الحاجات الحلوه قوي اللي اتعلمناها في المونديال ده، وعلمت قوي مع الناس. لا، هي علاقه اشرف حكيمي بوالدته يمكن هي ترند المونديال او نجمه المونديال. العلاقه دي كانت صراحه ايقونه كده للعلاقه. طبعا. الشاب او الولد بامه، وازاي هي دايما في ظهره وبتدعمه، وجودها هو اللي بيفرق اهم من اي واحده تانية يعني. صحيح. ويمكن في برضه لقطات تانية لسفيان بوفال، واحد من نجوم المغاربه الكبار جدا في البطوله، برضه كان يعني بيبوس دماغ والدته بعد احدى المباريات. عايز اقول انه الترابط الاسري اللي ما بين اللعيبه واللقطات الانسانيه دي بتاكد انه في دور مهم جدا جدا. لانه الواحد يبقى ده طبعا اشرف حكيمي ووالدته، مفيش كلام انها يعني من اجمل لقطات المونديال، وهي معاه دايما في كل بطوله وفي كل مباراه يعني. صحيح. لكن عايز اقول انه الترابط الاسري ده واضح ان هو بينعكس ايجابي على مستوى اللعيبه فعلا. طبعا. بيخلي عندهم استقرار، وبيخلي عندهم عطاء كبير جدا في الملاعب، ومساله الوفاء حتى للاب وللام دي كلها معاني حلوه قوي، بس بتاثر ايجابي كمان على المستوى الفني جوه الملعب. وعلينا احنا نفسيا، احنا بنرتبط باللاعب جدا. مفيش كلام، بنعرفه بشكل تاني برضه بعيد عن الملاعب. الناس بتعرف يعني جمال شخصيه اللاعب، مش بس جمال ادائه في الملعب. ده حقيقي. الاثنين بيكملوا بعض الحقيقه. في نجوم واساطير هيودعونا بعد المونديال، هيودعوا ملاعب كاس العالم. عايزين نتكلم عنهم لانهم ترندات مهمه. النجوم والاساطير دول اللي هيودعوا كاس العالم بعد ما امتعونا كتير جدا وفرحونا.
فرحونا كتير جدا بلعبهم وقد ايه عندهم تاريخ فعلا حافل بالبطولات، حافل بالجوائز. نتكلم مثلا عن كريستيانو رونالدو معانا، يعني من الناس دول، وداني الفيش، نوير. للاسف يعني احنا مش هنقدر ان احنا نشوفهم تاني في كاس العالم القادم 2026. تعالى كده نتكلم عنهم ونشوفهم في تقرير ونرجع نعلق عليهم استاذ حمدي سوا. جدا جدا استاذ حمدي، وبعدين كريستيانو وهو بيبكي، يعني مشهد العالم كله اتكلم عنه، ناير والجماهير بتهتف له ناير ناير، تحس ان الواحد جسمه كده بيقشعر. مودريتش اهو، لحظات صعبه جدا. كريستيانو يبكي، ده كان عنوان ترند اصلا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ما حد الناس اتهزت صحيح، مع ان احنا كنا سعداء جدا 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 بفوز المغرب طبعا، بس لقطه كريستيانو وهو بيبكي هزتنا. انا عايز اقول لك انه التاريخ يبكي. كريستيانو رونالدو تاريخ كبير جدا جدا، ياما امتعنا وياما عمل ارقام قياسيه وما زال. فعشان التاريخ ده كله يخرج الخروج ده من كاس العالم وممكن ما يلعبش كاس العالم اللي جاي بنسبه كبيره جدا يعني، فطبعا لا شك انها كانت لحظات مؤثره جدا. ومش هو بس، لا كمان لوكا مودريتش اللي هيلعب النهارده مباراه المركز الثالث امام المغرب، طبعا قائد منتخب كرواتيا، من الاسماء الكبيره الوازنه جدا، وعلى فكره لعبوا مع بعض في ريال مدريد هو وكريستيانو رونالدو. وفي اسماء تانية كتير يعني من اللعيبه اللي غالبا مش هنشوفهم بعد كده في كاس العالم، ومنهم حتى ليونيل ميسي اللي هيلعب بكره في النهائي ان شاء الله. في مجموعه كبيره من اللعيبه اللي خلاص خدوا قرار الاعتزال الدولي، مش يعني حتى لو هيلعبوا لانديه بالظبط، يمكن كريستيانو لسه ما قررش الاعتزال بشكل نهائي او حتى ما اعلنش اعتزاله اللعب الدولي. لا ما اعلنش، ده رجع يتدرب تاني. احنا لو معانا الصوره دلوقتي عنده يعني اصرار وعزيمه إيه مش طبيعيه. ده رجع من هنا، انتوا فاكريني هفضل اعيط؟ لا بالزبط. انا موجود. ما بيعيطش كتير هو صحيح. هو عملي جدا. ايه ده؟ يعني اللقطه فعلا كانت برضو لسه كنا بنتكلم انا وحضرتك عنها، انه نزل وبيتدرب. طب ده بيدل على ايه؟ او ايه المسج اللي عايز يوصلها؟ او انا هكمل مثلا ولا ايه؟ طبعا هو بيوصل رساله ان هو هيكمل، وبعدين هو ما عندوش هزار في مساله التدريب، ده واضح ان هو
يعني حتى لما يعتزل برضه هيقعد يتدرب علشان يحافظ على لياقته وعلى ولا كأن حصل اي حاجه. بالظبط. الراجل ده 38 سنه يعني داخل على 40 ومع ذلك طبعا تدريباته شاقه جدا جدا. هو استأذن من اداره ريال مدريد بما انه كان لاعب سابق يعني عندهم ان هو ينزل يتدرب طبعا مش علشان ينضم للفريق يعني هم مش محتاجين خدماته دلوقتي لكن وافقوا له ورحبوا بيه لانه واحد من اساطير النادي يعني. صحيح. فكريستيانو الحقيقه نموذج للاصرار والتحدي والعزيمه. واضح ان هو على الاقل قدامه كمان سنتين يمتعنا باصراره ده والارقام اللي بيعملها. ما اعلنش الاعتزال الدولي لحد دلوقتي يعني وارد جدا ان هو يلعب اوروبا على الاقل امم اوروبا اللي جايه بعد سنتين. قبل ما نختم عايزين نتكلم عن مباراه النهارده والمباراة النهائية ويخلص كأس العالم. والله زي ما قلت لك يا لميس في بداية الحلقة احنا هنبقى يعني زعلانين قوي انه كأس العالم ما بيخلص لكن ان شاء الله يفرحنا انه المغرب ينهي وهو في المركز الثالث. يا رب. دي هتعمل لنا سعادة كبيرة جدا لسنوات طويلة ان شاء الله. نتمنى. مباراته هتبقى صعبة قدام المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم. يمكن في تشابه شوية في اسلوب اللعب ما بين المنتخبين اللي بيعتمدوا على الطرق الدفاعية اكتر. لكن انا شايف ان كفه المغرب هتكون ارجح على الاقل نفسيا ومعنويا ان هم يحققوا المركز الثالث. كرواتيا اوريدي خدت مركز ثالث ومركز ثاني قبل كده. المباراه النهائيه ما بين فرنسا والارجنتين اغلب الناس متعاطفين مع ميسي علشان ينهي النهايه السعيده ولكن هي زي الافلام المصريه ولكن انا شايف الحقيقه ان المنتخب الفرنسي اقوى واتقل وعنده فرصه كبيره قوي ان هو ياخد لقبين متتاليين. هو كل الناس تسالهم توقعاتك يقول لك فرنسا توقعاتك يقول لك بس فرنسا. الاغلبيه متعاطفين مع ميسي مش مع الارجنتين بشكل عام لا مع ميسي بس يعني عايزه ميسي يفرح في نهايه مشواره الدولي مش كله يعني. كده يعني عايزين ينهوها نهايه كويسه. صحيح. بشكرك يا استاذ حمدي وان شاء الله نتابع النهارده المباراه وبكره نتابع المباراه النهائيه ان شاء الله. انا سعيده جدا حضرتك نورتني طول الفتره اللي فاتت. تابعنا كاس العالم تابعنا السوشيال ميديا والترندز دايما بيكون ضيف غالي وعزيز علينا كلنا في صباح البلد صدى البلد. شكرا يا استاذ حمدي. فترة جميلة واستمتعت معاكم في طول فترة كأس العالم. دايما بتنورنا بشكرك جدا جدا على وقتك اللي دايما بتخصصه لنا وبتمتعنا الحقيقة بتحليلك وتعليقك المتميز والمختلف يا استاذ حمدي. شكرا لحضرتك الاستاذ حمدي الحسيني نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي كان ضيفنا الفترة اللي فاتت بتوقعاته وتحليله وتعليقه على كل اللي بنشوفه سواء داخل أو خارج الملعب ومونديال قطر 2022. إن شاء الله نتابع النهاردة المباراة وكل التوفيق للمنتخب المغرب وبكرة نتابع كمان المباراة النهائية ويبقى خلص كاس العالم وخلصت كمان فقرتنا لكن لسه حلقتنا مكملة خليكم معنا.